السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش جرى؟ إيش اللي صار؟ شيء مفاجئ بالنسبة لي وغريب جدا، والأغرب منه إنه يعني كنت أعتبر آخر من يعلم بما يحصل. ليش الآباء والأمهات يرضون بذلك؟ بدأت تظهر مقاطع في الانستغرام، في السناب شات اسمه، نعم، في السناب شات لسيدات يعني لبسهم عيب وشكلهم عيب وتصرفاتهم عيب وحركاتهم عيب. فطبعا انا بقلب الشاشه متوقع انه روس غرب اوروبيين، الى ان فوجئت باني اسمع احد يتكلم لغتي، يجيد التحدث بلغتي، و أثار فضولي أني أستمع إلى هذه السيدة لأفاجأ أنها تتحدث لهجة دولة نحبها جميعا. لا يمكن لمسلم أو عربي لا يحب هذه البلد. تتحدث بهذه اللغة، وإذا خلفها شوارع ومناظر من تلك البلد، وإذا بمن يمازحها من أبناء هذه البلد، ويمازحها مزاح مش جميل، ليس جيدا، لن أقبله على أختي أو على أمي أو على زوجتي أو على بنتي. ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ هل أنا أعيش خارج الكوكب الأرضي؟ أم هؤلاء يعيشون في كوكب آخر؟ أو لعلني أحلم؟ ما الذي يحصل؟ هل انقلبت الموازين؟ هل انقلبت القيم؟ هل تم تغيير ديننا؟ هل أصبحنا أصعاب دين قديم وهناك دين جديد أتى؟ أدعي أنني متابع جيد للدعاة والعلماء سواء من هذه البلد أو من غيرها، يعني لم أسمع إلى التنويه لهذا الموضوع، لم أسمع إلى التنويه أنه في شيء ظاهر جديد. فدعاني الفضول أني أبحث أكثر، فإذا بي أفاجأ أنه والله في لقاءات لايف، يعني ما كنا نحلم نحن نتوقع انه في يوم من الايام حد يفكر انه يعملها. ما الذي يجري؟ اين الاباء؟ اين الامهات؟ اين وزارة التربية والتعليم؟ اين علماءنا؟ اين دعاتنا اللي تعلمناه طوال حياتنا وطوال وقت شبابنا انه اللي بيصير هذا ما يجوز، حرام؟ و أين الحشمة؟ أين المروءة؟ أين الأدب؟ برامج أخرى أيضا موجودة على السوشيال ميديا بتروج أيضا لهذه اللقاءات وبتدعو لها وبتعمل لها دعايات، ليست دعايات للفضيلة وإنما دعايات للرذيلة، ولكن الحياء اختفى من هؤلاء الناس. لن أريد أن أسميهم بناتنا، حاشا، لا أريد أن تكون هذه بنتي ولا أريد أن يكون هذا ابني، لا يشرفوننا أبدا، وأظن أيضا لا يشرفون البلد هذه اللي ينتمون إليها. هذا البلد عظيم، هذا البلد خرجت منه أشياء كبيرة ومهمة وحكم العالم، هذا البلد خرج منه منارات العلم، خرج منه الكرامة والمروءة والرجولة، وكانوا أيضا في هذا البلد نساء الامرأة منهم تزن أمة. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ أين أنتم؟ حديثي أوجه هنا أول شيء لأبنائنا هؤلاء، الله يهديكم. لا يمكن لقلة المروءة وقلة الأدب والاعتداء على أعراض الآخرين والتعري والسفالة و الألفاظ البذيئة والإساءة للآخرين أن يكون طريق للشهرة أو طريق للنجاح أو طريق للكسب، حتى لو كان منه كسب مادي، فهذا الكسب المادي يعتبر كسب والعياذ بالله من سفاح، فلا أنصح به. رسالة الأخرى لمن يدعون العلم ويدعون أنهم علماء، نقول لهم والله بئس ما حويتم وبئس ما حملتم، وإنكم يوم القيامة لمسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. تذكروا علماء اليهود الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى
لا تكونوا مثل هؤلاء العلماء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار يحمل كتب غنية مليئة بالعلم ولكن لا يفقه ما فيها. تحملون علما غزيرا ولكن لا تطبقون ما فيه، قد تفقهون ما فيه ولكن لا تطبقون ما فيه، وهذا أخطر وألعن، لأنكم تعلمون أن هذا حرام ولا يجوز، وصمتتم وتحدثتم فيما لا طائلة له. يعني متابع أنا قوي جدا لكم ولم أسمع أحد يتحدث ببنتي شبه عن هذا الموضوع، أفاجأ فقط بشكل تلقائي من المشاهدة إنه هذا شيء موجود وموجود بشكل كبير جدا. ما طائلنا نحن وطائل أبنائنا وطائل مجتمعنا من هذا الشيء؟ ما استفدنا؟ ما الذي وصلنا إليه؟ لم نصنع منها الذرة ولم نصنع الصاروخ. العالم يمر بأزمات خطيرة جدا، منها أزمة الأمراض، منها أزمة الحرب الآن في أوروبا، منها أزمة الجوع الآن، أوكرانيا تمر بأزمة، كثير من دولنا العربية والإسلامية سوف تدخل في دائرة خطر الجوع ودائرة خطر المرض ودائرة خطر انقطاع الاتصالات. أين شبابنا الذين يستطيعون أن يحلون هذه الأزمة؟ لماذا لا يوجد عندنا من يستطيع أن يحل مكان الدور الأوكراني والدور الروسي والدور الأوروبي والدور الغربي لنا؟ لماذا أصبحنا دول معتمدة فقط على الآخرين ومقلدين للسيء من عندهم؟ لماذا لا نقلد الجيد؟ لماذا لا نقلد الرائع؟ عندهم أشياء وجوانب ممتازة جدا نستطيع أن نطبقها عندنا. رضينا فقط بأن نكون مع الخوالف؟ ما هذا؟ يجب على كل أب وعلى كل شاب لا يرضى بما يحصل حوله الآن أن يمسك هاتفه ويبدأ يتحدث إلى الشباب بحزم. ما يحصل خطأ، التعري ليس مصدر للنجاح، الإساءة والبذاءة ليست مصدر للشهرة، سوء الأدب ليس مصدر للكسب المالي. لا ترضى على أخوك، لا ترضى على أختك، لا ترضى على بنتك، لا ترضى على والدتك، لا ترضى على جارك وجارتك، لا ترضى على أحد، لا ترضى بهذا الكلام في مجتمعك. مجتمعاتنا هي بيوتنا، هي أسرنا، هي أهالينا، كيف نرضى ونقبل بمثل هذا التصرفات الغير مقبولة؟ هذا شيء ما يصير يا ناس، أرجوكم أرجوكم يجب أن نقف جميعا كآباء وكشباب واعي ومتعلم ومثقف أمام هذا التغير العجيب الذي حول أبناءنا إلى مسوخ، الذي حول أبناءنا إلى وحوش زومبي، الذي حول أبناءنا إلى إنسان قديم من أهل الكهف. أنا مش يعني ليه مش قادر أستوعب فكرة إنه المفروض تكون البنت تمشي في الشارع عريانة أو لابسة ملابس يعني مخجلة، عيب عيب. يعني حتى نحن عايشين في أوروبا، هذا الكلام نشوفه في أماكن محدودة، اللي حسب ما أشوفه الآن وأتمنى أن أكون مخطئ، إنه شيء أصبح عادي، أصبح شيء مقبول. أنا لم أغادر العالم العربي إلا منذ أقل من 10 سنوات. إيش اللي حصل؟ ما الذي جرى لكم؟ هل أصبتم كما أصيب الزومبي فعلا في الأفلام؟ هذا شيء مش طبيعي. أرجوكم أعيدوا النظر فيما تفعلون. تابع ابنك، تابع بنتك، لا تقبل الخطأ يا أخي عليهم. إن اللي بيحصل الآن في هذا العالم أو بالذات في العالم العربي يشبه الوباء. كما انتشر كورونا بين الناس، انتشر بشكل مخيف وبشكل واسع، يظهر أنه أيضا قلة الأخلاق وقلة الأدب بدأت تنتشر كالوباء. ولمحاربة قلة الأخلاق وقلة الأدب يحتاج الإنسان إلى وعي، يحتاج الإنسان إلى علم، يحتاج الإنسان أنه بس يوعى أنه يا أخي الفاضل، قلة الأدب ليست طريق للشهرة ولا طريق للنجاح. طرق النجاح وطرق الشهرة العلم، الأخلاق، نظافة البلد، الإنتاج، تقديم الأفضل، تقديم الأحسن، منافسة الأقوياء، هذا هو ما يجعلك مشهور، ما يجعلك قادر على الإنتاج وقادر على النجاح. ننتج قمحنا، ننتج دواءنا، ننتج ملابسنا، ننتج سياراتنا، ننتج ساعاتنا، ننتج هواتفنا،
ننتج تابلتس تبعنا، ننتج الكمبيوترات تبعنا، ننتج حتى أقلامنا، يعني ننتج نظاراتنا. يعني ياريت يكون في عندنا منافسة في هذه الأمور، بدل ما نتنافس في التفسيخ نتنافس في الصناعة، نتنافس في الإنتاج. أوكرانيا في حرب، القمح اختفى، إيش حنعمل؟ إيش حنسوي؟ أين القمح؟ من أين سوف يأكل الناس خبزا؟ إذا دخلت باكستان في حرب مع الهند أيضا الرز ما في، كيف حنعمل؟ كيف حنسوي؟ لا عندنا رز ولا عندنا قمح، والتمر قليل مش كثير، ما حيكفيكم. فين نمشي؟ فين نروح؟ فين نقبل؟ أرجو أن يوعى الناس ويستيقظوا قبل فوات الأوان. والله إن الأوان قد فات، إن الوقت متأخر كثير، بس أتمنى أن تستطيعون أن تدركوا ما يمكن إدراكه. سلام.